التاريخ 16 من يونيو يصادف الاحتفال بيوم الطفل الإفريقي، وإن شعار هذا العام هو اعتماد الميثاق الإفريقي من الآن حتى عام 2040، وإن أهياء المناسبة تعتبر فرصة لتسليط الضوء على معاناة الطفل والبحث عن السبل الكفيلة لحماية حقوقه المشروعة لضمان الصحة والتعليم والهماية. وعليه قامت جمعية الإسراء من أجل مكافحة الجوع بحملة توعية لتلاميذ المدرسة الابتدائية التطبيقية بحي أردب جمال بهدف توعية التلاميذ حول أهمية هذا اليوم باعتباره يوما للتذكير بقضية الطفل الإفريقي ومضاعفة الجهود لخلق بيئة صحية تسهم في تطوير حقيقي للطفل. هذا ما أكده رئيس جمعية الإسراء من أجل مكافحة الجوع. وعلى هامش فعاليات يوم الطفل الإفريقي قدمت مسرحية تعكس واقع الطفل التشادي وكيفية حمايته ومنح حقوقه من أجل تحسين حياته، فضلا عن تقديم هدايا للأطفال.